غادة بتقول ما هو وقت صلاة الضحى، امتى يبدأ وامتى ينتهي؟ هو وقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح. قيد رمح اللي هو ايه؟ لما نيجي نحسبها نلاقيها 5 درجات، الشمس وهي بتصعد في كبد السماء ثم تميل مرة أخرى، فهذه تسمى درجات. الدرجة الشمس بتخطيها في 4 دقائق، وعندنا 5 درجات، يبقى بيبدأ وقت الضحى من بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة، 4 في 5 بـ20، وينتهي قبل أذان الظهر اللي هو قبل الزوال. إمتى الظهر بيحل؟ الظهر بيحل بعد أن تزول الشمس. إذا درجة زوال الشمس دي هي درجة واحدة، اللي هي كام؟ اللي هي 4 دقائق. يبقى ينتهي وقت الضحى قبل أذان الظهر أو قبل هذا الوقت بـ4 دقائق. إذا عندنا من بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة إلى ما قبل أذان الظهر بـ4 دقائق، هذا هو وقت الضحى.